كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. معالي الوزير المحترم، في ظل صمت الدولة المغربية عن تقرير واضح يتعلق بالمقاطعة التي تناساها البعض ولم ينساها متتبعون معينين، دخلت المخابرات الفرنسية على الخط رفقة نظيرتها في المغرب، وحسب العدد الأخير لمجلة الفرنسية المعروفة نصورة أنتركيز أعلنت عن نتائج هذا التقرير على أن خطة المقاطعة كانت مغربية، ووضع التقرير بهذه الجمل أمام الرئيس الفرنسي على يعد هذا بمثابة تدخل في السيادة المغربية من جهة، ثم هل تعد شركة الضمون مؤسسة حكومية أم شركة وللشعب المغربي الحق الكامل في مقاطعتها وأخرى؟ شكرا. فيما يتعلق بالسؤال حول ما يتعلق بالمقاطعة، مجلس الحكومة لم يتدارس هذا الموضوع اليوم حول ما أشرتم إليه من صدور تقرير حتى أفدي موقفا رسميا باسم الحكومة.